بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بيشرفنا لتاني مرة في البرنامج الرمضاني الأستاذ أندرو علشان يكلمنا عن الصوم بين العبادة والعادة. اتفضل يا أبي. النهاردة أنا عايز أتكلم عن إزاي أصوم صح، إزاي أصوم وأكون صايم بالشكل اللي ربنا يتقبله ويديني عليه أجر. كلنا والحمد لله صايمين وزي الفل، وبنتفرج على المسلسل وبنيجي من الشغل نتفرج على الفيلم اللي فيه الرقاصة. فهل كده أنا صايم؟ الحرامي صايم، وبتاع المخدرات صايم، والرقاصة صايمة، والقتلة بيصوموا، وكل واحد فينا بيقول للتاني ربنا يتقبل. لكن هل فعلا ربنا هيتقبل؟ او بمعنى ادق، هل انا من اللي ربنا هيتقبل منهم الصيام؟ نشوف التكليف. الآية الكريمة بتقول: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني المكلف بالصيام هو الذين امنوا. يعني لو ابو جهل أو أبو لهب صام مش هياخد حاجة، يبقى اللي هياخد أجر الصيام الذين آمنوا اللي هم مكلفين بالصيام. يبقى لازم أسأل نفسي أولا، هل أنا من المؤمنين بلا إله إلا الله ولا مش نص نص؟ لا إله إلا الله يعني لا سيد لي إلا الله، يعني أنا لا أخدم أحد إلا الله. وإنت لما بيكون عندك المدير شايف نفسه شوية بتقول عامل نفسه إله. الإله هو وحده المستحق للخدمة المطلقة. طيب وإنت هتخدم الله إزاي؟ هل الله تبارك وتعالى محتاج لحد مننا يخدمه؟ حاشا لله وتعالى الله عما يصفون. أمال أنا أكون إزاي في خدمة الله؟ أكون في خدمة الله تبارك وتعالى بخدمة عباد الله، إطعام الناس، إيواء الناس، مساعدة الناس، إكرام الناس، اقتسام اللقمة مع من يحتاج. يبقى خدمة الله تبارك وتعالى معناها أني أكرس حياتي لخدمة المحتاجين تقربا إلى الله، أحب الناس وأقتسم معهم حتى اللقمة اللي ربنا اداها لي. طب إن كنت بقى إنت راجل خلقك ضيق وأول ما حد بيكلمك بتقول له اللهم إني صايم وتديله بالشلوت، فهل لك صيام؟ إن كنت تسيء إلى خلق الله أو تعين من يسيء إلى خلق الله أو تعمل لدى شخص يظلم أو يجوع أو يتعب خلق الله، إن كنت ممن يضرون خلق الله أو يساعدون على الإضرار بخلق الله، أو حتى مجرد إنك أنت تكشر في وش بني آدم، إن كنت تريد أن يكون صيامك عبادة فشوف أولا أنت شغال مع مين. ما تقوليش أنا شغال محاسب عند واحد بتاع مخدرات، ماليش دعوة أنا ما بشيلش مخدرات. لما يجي البوليس هيقفشك معاهم، مش هيقولك انت محاسب. ما تقوليش انا شغال مش عارف سيكوريتي مع فلان بي اللي بيدبح الناس، ما انت شايل شلته. يبقى اولا انت شغال مع مين؟ ان كنت شغال مع حد بيظلم او يسيء لخلق الله فانت شريك فليس لك صيام. وبعدين سلوكك الشخصي، إذا كنت أنت بتظلم أو تسيء لخلق الله فليس لك صيام، لأن صفات الذين آمنوا كما وضحها الله تبارك وتعالى
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا ينشرون إلا السلام. الحق نفسك، فاضل أقل من 20 يوم، باب الهجرة إلى الله تبارك وتعالى مفتوح. شوف انت بتبقى فرحان ومتلهف قد ايه لما يقولوا لك باب الهجرة الأمريكا مفتوح. ده في باب أعظم من باب الهجرة الأمريكا مفتوح، باب السماوات، باب الرحمن مفتوح دلوقتي اليومين دول ودايما مفتوح. الحق نفسك، اعمل خير واعرض عن السيئات. فإن أخلصت العبادة، العبادة يعني خدمة البشر، احترام البشر، حب البشر، مساعدة البشر، إطعام البشر، اقتسام اللقمة مع البشر، إذا أخلصت العبادة لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى أغنى مني ومنك، سيطعمك ويحميك ويداويك ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة. إذا سالت دموعك وأنت تنطق بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وسخرت جوارحك لخدمة خلق الله، ساعتها الله تبارك وتعالى يتقبل منك الصيام على التلفزيون. لكن هتأذي خلق الله أو لا تبالي بأوجاع الناس، لا تقدم عون لأحد أو تعين من يسيء لخلق الله، فليس لله تبارك وتعالى حاجة في صيامك. وفر نفسك وبلاش تجوع نفسك وخليك في اللي انت فيه. ومن رغب أن يكون عبدا لله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهديكم إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نهاية حلقتنا بنتقدم بالشكر للأستاذ أندرو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.